أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مصر بتتغير. في هذه الحلقة تقرير حول إنشاء مستشفى البليانة المركزي بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تهدف مبادرة حياة كريمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والريف في مختلف القطاعات، ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذ المخططات وفقا للجدول الزمني المعلن، وحتى يشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع. ولعل قطاع الصحة واحد من أبرز القطاعات التي حظيت بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية، وإن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى سوهاج قد ارتفع إلى 217 مشروعا، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم. إن خطة المشروعات تشتمل على إنشاء 25 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية و35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أربعة مستشفيات، وهي مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشات المركزي، وإنشاء مستشفى البليانة المركزي. النهارده انتوا هنا عندنا ان شاء الله مستشفى البليانه المركزي. احنا بقالنا تقريبا شهرين شغل فعلي في المشروع، انجزنا تقريبا حاليا 15% من المشروع ذاته. قيمه المشروع عندنا تتجاوز المليار 250 مليون جنيه. المشروع مدته الرئيسيه الطبيعيه اللي بتنفذ فيها العمليه ممكن ياخد 4 سنوات، انما هنا عشان العمليه دي كلها تابعه للقوات المسلحه تحت ادارتها المباشره وضمن مبادرة حياة كريمة، فإن شاء الله المشروع ممكن ينتهي خلال سنتين فأقل بإذن الله رب العالمين. المشروع عبارة عن مبنى رئيسي كاملا، عبارة عن 6000 متر مربع، عبارة عن 6000 متر مربع، 5 أدوار أرضي و4 أدوار. المشروع شامل 166 سرير مع كامل الخدمات والمرفقات الخاصة به. المشروع يعد طفرة كبيرة جدا بالنسبة لمركز زي مركز البليانة، في بيخدم حوالي 500,000 مواطن، بنشتغل خلال 24 ساعة طبقا لتعليمات القوات المسلحة، إننا إن شاء الله ننجز المشروع بالشكل المطلوب وبالكفاءة والجودة المطلوبة بإذن الله.
المشروع بيفتح فرص عمل مباشرة لا تقل عن 500 فرصة عمل مباشرة متغيرة ومتجددة، وأكثر من 500 فرصة عمل غير مباشرة مع المواد الموجودة عندنا. المشروع وطبقا لتعليمات القوات المسلحة ان احنا بنشغل اهل المكان. من ضمن المبادرة ان احنا نعمل مرحلة تشغيل كبيرة جدا، وضمن المشروع ضمن 256 مشروع تقريبا في محافظة سوهاج. محافظة سوهاج من ضمن المحافظات اللي دخلت المرحلة الاولى في مبادرة حياة كريمة، وحاليا في طفرة كبيرة في محافظات الصعيد عموما في انشاء المشروعات الكبيرة جدا اللي هي بتحقق حياة كريمة للمواطنين سواء في القرى سواء في المدن. ده الوضع الحالي، وان شاء الله ربنا يقدرنا وننجز المشروع بالشكل الكامل وبالجودة المطلوبة في المدة اللي تحدد ان شاء الله طبقا لتعليمات وتوجيهات القوات المسلحة. زي ما قلت لحضرتك ان المشروع ده كان ممكن ياخد 4 و5 سنوات لتنفيذه، وده شفناه من تصريحات الوزير التعليم العالي نفسه من اسبوع تقريبا في احد مستشفيات الصعيد. انما حاليا بتدخل القوات المسلحة وقتل البيروقراطية الموجودة في الأجهزة التنفيذية بالعموم، حاليا ان شاء الله القوات المسلحة تستهدف تسليم كافة تلك المشروعات في خلال اقل من 2 سنين ان شاء الله. محافظة سوهاج حاليا فيها تقريبا 4 مستشفيات غير مستشفياتنا ديت، فيها اكثر من 200 وحدة صحية بيتعملوا. كما تنفذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة 226 مشروعا تنمويا وخدميا تشمل كافة القطاعات، حيث يتم الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إنشاء وتنفيذ مستشفى البليان المركزي بتكلفة قدرها 1,250,000,000 جنيه. ويقام المستشفى على مساحة 8,800 متر مربع. مساحة المبنى 5,540 متراً مربعا، وإجمالي عدد غرف المستشفى 508 غرف شاملة غرف الخدمات والمكاتب والسطح، وبطاقة استيعابية قدرها 166 سريرا. المشروع عبارة عن دور أرضي، عبارة عن عناية مركزة، عبارة عن مشرحة في الدور الأرضي، عبارة عن أشعة وتحاليل، عبارة عن مطبخ مركزي بيخدم المستشفى. الدور الأول عبارة عن دور خدمات بورش للمستشفى وخدمات ومطاعم في الدور الأول. الدور الثاني يبدأ معنا في عيادات أنف وأذن وحنجرة وجلدية وجميع مع المدير بتاع مع مكتب مدير المستشفى والخدمات الملحقه به، معامل واشعه. الدور الثاني عفوا الدور الثالث عباره عن وحدات غسيل كلوي بسعه 166 للمستشفى كلها، مع طبعا جزء للرجال وجزء للسيدات. برضه نفس الفكره حضرتك. الدور الرابع عباره عن مركز وحدات اقامه في المستشفى، والدور الخامس عبارة عن سكن للعاملين بالمستشفى سواء كان سكن أطباء وممرضين في خدمات المستشفى. ده محتوى المستشفى. طبعا مساحة الموقع العام حوالي 8,540 متر. الدور الأرضي مبني على مساحة حوالي 6,000 متر من المساحة الإجمالية للموقع العام للمستشفى.
شغالين فتره صباحيه وفتره مسائيه بحيث ننجز المشروع في اقل وقت مسموح معانا. هي نسبه التعاقد مع المشروع حوالي ان شاء الله 20 شهر ان شاء الله. مركز زي مركز البليانة مساحته كبيرة يعني عدي حوالي نص مليون نسمة، فالمركز محتاج كان مشروع زي ده من زمان يعني في الخدمات اللي وفر ليه بالذات انه يعني تنعدم عنده المستشفيات بالحجم دوت. يعني على سبيل المثال كان قبل كده المستشفى كانت مستشفى صغيرة وما فيهاش إمكانيات، لكن ما شاء الله المشروع مع تكلفته مع الإمكانيات اللي فيه دوت إن شاء الله هيسد ثغرة كبيرة في الواقع في المركز هنا في البليانة. والله نشكر السيد الرئيس فخامة الرئيس على المشروع بصراحة، يعني الحاجات دي كانت تقصى البلد من زمان، وفي ظل حكم الرئيس ما شاء الله تم تطور وظهور نهضة كبيرة في موضوع المستشفيات الصحية. بالنسبة لمحافظة سوهاج فليها نصيب كبير في المستشفيات على كل مركز زي مركز البليانة وأخميم وساولتا، كل المراكز ما شاء الله فيها مستشفيات مركزية ومركزية كبيرة يعني. شهد مركز البليانة إقامة الكثير من المشروعات التنموية المهمة، كما تم إدراج عدد 29 قرية ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة، ليشهد مركز البليانة طفرة غير مسبوقة في حجم الإنجازات التي تحققت على أرضه وجاءت لتلبي احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى الملتقى في حلقة أخرى مع إنجاز جديد من خلال حلقات برنامج مصر بتتغير.